حبايب قلبي، محتاجين لايك حلو ولايك جميل. النهارده كده بقى قلنا حماتي عملت لنا اكله حلوه، فقلنا نعمل عندها تحدي. متنسوش اللايك، حطوا لحماتي لايك حلو حلو كده. والمقلب بتاع امبارح هي مش زعلانه يا جماعه، ما تحطولهاش مقلب، حطوا لي لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلى على النبي وصلى الصلاه على النبي. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. تابعوني بقى النهارده، انا ناوي ما اخسرش. لو ايه حصل، لو هموت نفسي من الاكل مش هخسر، عشان اعمل لها عقاب اعوض فيها اللي هي عملته امبارح فيا في الفيديو بتاع المقلب. احنا لسه عند الحاجه على فكره، مظبطانا يا حاجه رغم الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو بتاع امبارح المقلب، بس حاجه انا مظبطانا فرخه شويه. هي الجميله بس العيال كانوا جناحاتها ما شاء الله، العيال ما بتسكتش. وهنا البسله ممكن النهارده بقى تلاقي دوشه شويه، هتلاقي الاضاءه مش مظبوطه شويه عند الحاجه بقى، مش مجهزين زي عندنا في الشقه. فحطوا لنا لايك حلو لايك جميل. لا هو كده كده تحطوا لايك المره دي عشان العقاب اللي انا اعمله فيها ده، انا اعمل فيها عقاب. لا اتقالي اتقالي بس هنشوف. ماشي، ده انت جيت في ملعبي، بسلتي ورزي ولحمتي. بصوا يا جماعه، هو التحدي على الطبق ده والطبق ده والطبق ده والطبق ده والملوخيه دوت بقى، الفراخ ناكل منها زي ما احنا عايزين. طب انا عاوز اكل فراخ مش عاوز اكل لحم. لا انا عامل لك الطبق على هنا يا حبيبي. ماشي بقى. نسمي كده بسم الله. نزول ملوخيه، ملوخيه جميله. بس انا هعمل ايه بقى؟ احط الملوخيه على الرز على البسله. بت يا فريله يا بت، بصوا بقى عايز اقول لكم الملوخيه دي معموله بشوربه تحفه. اللي ام عبد الله هي اللي عامله الاكل ده كله، يعني تسلم ايدك يا ام عبد الله، تسلم ايدك. ومريم قاعده كمان اهي. عايزه اقول لكم اللي هي مسلات احمد في ودانه يعمل ماء عقاب ايه، بس انا هعرف يعني. هما كده كده اما بيكتموا هما الاثنين ما شاء الله بتلاقوا العقوبات حلوه. من نفسك بقى المره دي. طب انت هتطلع حتت فيها سميد اللي بقى بتضايقني؟ ما انا بقول لك ايه؟ منقي لك اللحمه كله. حلوه الحته اللحمه دي. تسلم ايدك يا ام عبد الله. لحمه تدوب. حبيت شوربه عشان اشرب. انسي. التحدي على طبق البسله. اهو بحبش الترابيزه تبقى اوطى من ال واطيه كده، بحبها مرفوعه كده اهو عشان اعرف اكل براحتي. لا ده هتحجج من دلوقتي كده كده هتخسري. احلم براحتك. شوف بالك ايه بحلم وانا صاحي. بالنسبه للقبه دي يا جماعه ما تكونش قاعده خالص، انا بقيت اعملها وبقيت البس الطرحه عليها على طول، فما تدقوش معاها خالص. انا احب بقى اللحمه اللي هي كلها ايه، سمين كده. يا سلام. الله. طب بدلي عامل اللحمه سمين. اخو ده بتنادي على محمد تحت. محمد مين؟ محمد اخوك. لا والله يا عم محمد. بص طلع ايوه مين محمد في اليومين بتاعه. ان شاء الله مجتمعين كلهم. هما بيحبوا محمد عشان محمد بيلعب معاهم بيهزر معاهم، فهم بيحبوه. لعب كلها صغيره وكبيره. محمد ده اصغر حد في قوات الصبيان. معتكف عن الجواز مش عاوز يتجوز. اول ما تجيب له سيره الجواز يعمل عبيط. بقول له انت ايه؟ انت زهقتني من الجواز.
هو اللي يشوفكوا يتجوز هو بيقول كده على طول. حازم بيقول لي ايه هو هو محمد بيجيب صوره الجواز بيقول لي ليه محمد قفل كده. قلت له ايوه هو تعوز الجواز قبل ما فقم. انا خدت الرز على فكره. الفراخ ما كانش منها حاجه. انا شفت الفراخ مش في التحدي. هو انت قلت مش في التحدي؟ قول تتكلم. لا مش في التحدي مش هكون منها براحتي. انا اكل اللي في التحدي عشان اكسب. ده ايه اللي ايه اللي ايه اللي الضمير دي؟ حماتي عاملين لنا لحمه عاملين لنا فراخ ده احنا ناكل ايه؟ لازم نديب بعد الفراخ اكلها بالليل عادي. الفراخ ناكلها بالليل صحيح في السهره. شاطر يا مريم. مريومه شجعني الطرحه اللي تحتهاش بندانة دي. شجعي مين يا مريم؟ اشجع اللي هيكسب بقى. ده يكسب على عيمه اللي هيكسب. يلا اشرب تاني. انا شايف ان انت ما تبقيش نفسك يا فريال. انا شايف ان انت ما تبقيش نفسك عشان ايه؟ هو اللي هيكسب هيقول لك كده. انا خلاص اصلا ما انا بشيل السمين بس. طب انا اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لسه ما اكلتش لسه. ايه معلش يا جماعه موضوع السمين بالنسبه لي انتوا فاهمين استحاله. يا حبيبي انا راضي. نضف براحتك اقعد نضف براحتك. خلاص انا نضفت خلاص. اما تقول لام عبد الله تعمل ايه؟ اهو تعمل فيها عقب ايه؟ الشوربه جميله. الله انا خلصت والله. بسم الله. البسله اللي قدامك دي بتعمل ايه؟ ولا تعمل عقاب ايه وانا وانا خليك تكسب؟ قولي قولي. بقى حماد الزحلق كده ليه استغفر الله العظيم. ولا تعمل ايه؟ خلي عليك مفاجأة. استغل الظروف اللي لسه فاترانا. انا خلي اصلا الاكل اللي اكلته ده تجيبه كله. ليه يعني؟ مش عايزين حاجه رخمه وحاجه تنزل على بعض ماشي؟ انا لسه قديم طويل انت عارفني في الرخامه. بقول لها تعمل ايه؟ الله ما تنسحب يا هولي. تسلم ايدك يا ام عبد الله. انا نزلت من العيال كلها على الشارع تحت. مش هنسحب براحتك. انا خلاص اهو انا باكل لسه. الله الشوربة. شوربة اللحمة دي بقى بحبها جدا. ما توقفيش اكل. موقفة والله. بحب شوربة اللحمة قوي 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 في كل حاجة. بحب اشربها كده. بحبها سنة عصفور. اعمل انت عاوزها. انا اكلت اهو. يا رب ده خلص. انا ولا فرحانة قوي كده ليه؟ ده بحسب انا اللي خلصته ولا انا بحسب الطبق قدامه فين؟ ايه ايه هتعمل ايه؟ بس ما تعملش حاجه رخمه بالله. انا بقى عندنا وانت بتعملش حاجه. كنت في اليوم كنت اقول انا كنت بشجعك عشان انت بتاكلي من كل حاجه هتخلصي خلاص.
شفتي مريم ده بعمل ايه؟ على فكره ما كناش فريخ. أوكي. انا بالنسبه لي لما اكون في لحمه الفراخ دي خلاص ما اقدرش اكل فريخ خلاص ده من وانا بالنسبه لي واكلين الجناح هاكل ايه؟ مخصوصة الجناح. انا الجناح بحب المصمصة حاجه غير كده. طب مش حاجه يا عمو؟ لا انا ما خدتوش اساسا. امال مين خد الجناح؟ ما اعرفش. انا تيتا دي مش عارفه. ايوه الصغنونه. الف انا حبيبي الف انا. انت ما شربتش الشوربه ده في الياش البيت كلها. الشوربه انا شربت شوربه بحب الشوربه. ليك يا ماشي بس التحدي كمان في الشوربه. التحدي في شوربه؟ خلاص مريم قالت التحدي في شوربه يبقى انا اللي كسبت. بص يا سلمى عشان بص يا مريم بص يا مريم بص بص طالما في تحدي يبقى الشروط قبل ما تبداي ما ينفعش انت تخلصي طول الشوربه بس برضه خدوا الشوربه انت كده هتسيبها لوحدها مش هتاكل حاجه. هتعمل ايه؟ بس عندك اختيارين قدام النساء بس قدام حاجه حلوه قدام اختيارين اختار واحد ولا اثنين قولي ايه واحد وايه اثنين لا ما تختاري والله انا مش هكدب عليكي واحد ما هو كوب تعمل ايه واحد حاجه في قفاكي حاجه في قفايا اتنين حاجه تعمليها بايدك بس حاجه مقرفه شويه حاجه مقرفه بصوا يا جماعه حته في قفايا دي يبقى هو عايز يغرقني ميه بس مش هيعرف في قفايا يعني مش هتبرد ازاي والله لا شكرا ده كان رقم كام الميه واحد واحد ابعده خالص رقم اتنين بقى بيقول لي حاجه مقرفه بايدك مش مشكله حاجه مقرفه بس ما تغرقش ميه طب ماشي جاهز بقى عشان انت كلتيه ده كله عاوز الحمام اللي جوه ده كده يتصب انت تصبينه حلوه حمام ايه بالقرف اللي انا عامله فيه حمام ايه حمام اللي جوه ده اسكت اسكت ماليش دعوه ماليش دعوه هو انا اديك لا واحد لا اتنين هو انت بتطلع بتطلع العمل امبارح ده انا والله انا دوت كوب كده مش حقي كده يا مريم اه يا صب الحمام اللي انت عاملين في البيبي لا بس انت صبلي تصبلي واحد واحد احلى بس سلمك تنزلي من تحت واحد لا مش هتمسك حاجه في ايديها مش هتلبس كيس في ايديها ولا اي حاجه في ايديك اتخمت واحد اختاري واحد العقاب اللي عملته فيك ده كده ولا ايه؟ اختاري واحد يا سندريلا هينفع يا لا واحد يا مريم هيرشيلي ميه في قفايا هتتغيري ولا هتلبسي لجنب بتاع تغسلي ايدك والحمام وكل حاجه لا ما لا الميه في قفايا دي بالنسبه لها اكنك حذفت عليها ميه اكنك موتوني انا مش هعمل الحرق ده خالص لا والله الازازه مشبره الميه ايه مخليها خلاص شكرا يلا يلا واحد ولا اتنين يعني اخي يعني صب الحمام انا عايزه اظهر معاك واحد ولا اتنين من الله عايزه اظهر معاك قال تعالى تعالي جنب عمو هنا استنى لما اقفل لك ترابيزه الكمبيوتر وكل ما نديل جنبك بص يا عم منديل قد ايه جنبك مريم بنت اخويا الكبير بنت محمود اخويا قول لهم ازيكم يا مريم قول ازيكم ازيكم انا اللي لسه قايله لهم قولي 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 كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين على رمضان والعيد رمضان والعيد والعيد كمان يلا رمضان والعيد شطور يلا يا حبايب قلب ما اشوفه هيعمل فيا ايه دوت استنوني بقى في الاقوال عليا انما انا هجيب لها تراب انا بسام لما تكون امه عندنا اقول لي امي عندي سامحيني مش في عقوب مش عارف ايه ده كده طبعا عليا يعني كده مش وانا ببقى قلبي كبير او قلب خسيه اقول له خلاص مسامحاك مش هعمل فيك عقوب لما تكون امه عندنا ها دلوقتي هو عند امه بقى عايز بقى يعمل فيه عقاب بقى طب انا كنت جاي عند امه عملت فيها مقلب وحرقت دم خلتني طول النهار كنت قاعد متضايق ماشي يا عم يلا انا مش هسيبه والله يلا بس صوروا العقاب ما هنصور يا حبيبي ماشي خليكم معانا ما نشوف خليكم معانا يلا يا حاجه ما ولا تبصي ولا تكشري يلا الدوني جبتوه لك اهو ما لكيش حجه اعمل ايه بقى استنى اما اعطس دي كورونا يا مش كورونا يا يلا يا ولية يلا صبني معاك السلكة معاك ادواتك ايه السلكة والدوني الدوني ها لا ماما ساعدته وراحت جابت لي تقولي الدوني الدوني في الحمام يلا عشان انا ماشي انا بعمل عقوبات اهو بسمع كلامه وبعمل عقوبات اغسلي الجيركن اللي في ايدك ده اول مرة اغسله حاضر انا هغسل غسيل دلوقتي اصبر عليا شوف لا ما بعتليش قوي بدل ما امي تيجي تتروقك عليك ما تقولهاش حاجة مش هتشوف فيا الفيديو مش هقولها هتقولي لها انتي
يا سوسه ادي اللي سبب المقلب. ام عبد الله اللي قالت له على المقلب. يلا صبني ماشي. وبقى المساحه ايديها مكسوره، انا عاوزك بالخيشه بقى كمان. واه والله يا زمن اشغل لك. والله يا زمن، والله يا زمن. انت هتقع في ايدي في الشقه. صبني كويس. انا بص عاوز اشوف بس اللمعه، ومش عايزه احلف في الحمام هخليك تصبي حمامنا. يلا وانت هبك دلوقتي في المايه وعايزه من الطايره. لا اصبري بقى. طب استني تعالي اعملي وبعد كده تصب. انت تعالي عشان خلاص انا خلصت. تعالي اعملي في الشقه اللي تحت. اعملي في الشقه اللي تحت يا مريم. لا تعالي تعالي مريم هنا الاول. تعالي اعملي هنا وبعد كده اكمل عشان انا مش همسك السلكه تاني. ماشي. أوه. طب يلا بضمير بضمير. لسه ده انت لسه التقيل بقى. وايه ومريم لسه عامله حمام وهتظبطك هتغسلي القعده. ايوه انا عاوز اللمعه دي. شايفه اللمعه دي؟ انا عاوزها في القعده بقى. يلا انا مش هغسل القعده، هغسل البتاع اللي فوق كده. لا والقعده لا ماليش دعوه. لا العقاب. لا تعالى هنا يا احمد. شوفني اهو. هو مش عايز يخش الحمام بس عايز ان انا ادعك. خلاص انت على شكل الحاسه ان انت بدعك القعده وانت جايب الحوض. لا يا عاوز تعمل حمام يا عايز اخش انا. طب يا عبد الله استنى لما اخلص العقاب. ايوه معاكي. وبايدي كمان. ها من غير كيس ومن غير اي حاجه بس اشهده علشان لما يجي يقول لي يا فرياله. انت حولتي كده ليه وليه؟ لما يجي يقول لي يا فريالة مش عارف ايه ارحميني ضمي موجودة. ده بقول لك ايه؟ لا الحيطة اللي هناك دي مش مغسولة حلو كمان؟ طب انت ما اشوفك بس يا معبر. انا مش غاسلة اكتر من كده. لا من تحت متوسخ. لا انا مش دعوة. لا بصي من تحت هنا اهو. لا يلا بصي كملي حاجتك عشان ما متوسخ. يا ابن الحاج. ايوه يا فريالة النهارده مستغربين جامد قوي. يلا خلي بالك ان الارض برضه لسه مبينة كمان. يلا يا سلام. يلا انا غلطانه. انا هختم معاكم كده العقاب بس هخليها تكمل كده كده عشان الصابون الداون اللي هي حطيته. لا يا يلا اشطف. لا لا استني بس كده لسه الارض بعد اذنك يا احمد ما تقفلش. ما هتعملي ايه تاني يا الحاج؟ الارض اشطفي. يلا الارض. يلا يلا كملي انت براحتك بقى. يلا يا جماعه انا عاوز لايك كبير جدا 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 على العقاب اللي انا عملته فيها ده. وعلشان يا جماعه علشان يعني كفر حماتي بس انا هغسل البلاط وهعمله بس مش قدامكم. يلا بقى ماشي. يلا سلام. يلا سلام. بس مش هنساه مش هنساه عارف. بس 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 ما هتقعد تليفون. يلا سلام.